أخبار مجلس الوزراء ده هينقلنا لخبر تالي، حيث نقرأ المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء قال إن مسألة خفض الأسعار أولوية رئيسية على أجندة الدولة المصرية، وتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن بالتعامل مع هذه القضية الملحة التي تمس المواطن المصري لا سيما فيما يتعلق بالسلع الأساسية. وأضاف أن السلع الأساسية التي ستشهد انخفاضا في الأسعار هي الفول والعدس ومنتجات الألبان والمكرونة والسكر والزيوت، وباستهداف خفض من 15% إلى 25%. وهناك أيضا الدواجن الحية والمجمدة والبيض ستشهد انخفاض 15% وفقا للمستهدف. أستاذ عبد اللطيف، احنا شفنا في يوم الثلاث 3 أكتوبر كان الاجتماع لمجلس الوزراء مع عدد من الوزراء المعنيين والصناع والتجار، وشفنا يوم الاثنين الحقيقة كان 9 أكتوبر القرار بهذه المبادرة، وسيطبق في يوم السبت القادم إن شاء الله. طبعا قرار كان ينتظره الكثير لأنه سيطرة على الأسعار التي لا يوجد عليها شبه يعني سيطرة الحقيقة، وخرجت عن السيطرة بشكل كبير. يعني دلالات هذه المبادرة الآن وكيف يمكن أن يستفيد منها المواطن ويلزم بها كل التجار على مستوى الجمهورية؟ طيب شوفي حضرتك، أولا هناك ارتفاعات في أسعار كافة السلع الموجودة سواء في مصر وكل دول العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. لو حضرتك بتشوفي معدلات هذه الارتفاعات هتلاقيها عالية. عالية ليه؟ أولا سلاسل الإمداد والتوريد طبعا بالضبط، وأصبحنا إذن التضخم هو في جانب كبير جدا أنت بتستورديه من الخارج لأنك بتجيب السلع هذه بأسعار عالية. دي حاجة. الحاجة الثانية، هذه المبادرة مهمة جدا ولذلك وفيها إلى حد ما ذكاء وحكمة في نفس الوقت. إيه هو الذكاء؟ الذكاء إنك تختاري مجموعة سلع أساسية أنت بتعتمدي في بعض الأحيان على استيراد كميات كبيرة منها من الخارج. زي إيه؟ زي الزيت مثلا على سبيل المثال، أنت بتستورديه حوالي 93 أو 97% من احتياجاتك من الخارج. السكر بتحتاج 200,000 طن، العدس والحاجات البقوليات دي أنت معظمها مستورد من الخارج. إذا الحكومة أما تقول أنا هعمل تخفيض على 7 سلع، ده خلي بالك دي مجموعه، دي مرحله اولى ليه لمده 6 شهور وقبل للتقييم وقبل للتجديد، وقبل في نفس الوقت انك تضيفي مجموعات اخرى بعد السلع. فتره من السلع. بس ليه احنا حددنا 7 في الاول والجبنه والحاجات دي؟ علشان دي تديكي نطاق للاجهزه الرقابيه واجهزه الدوله في الرقابة. إنما ما تقولي له رقيب للأسعار مش هينزل يشوف الخضار ولا الجرجير ولا مش عارف إيه ولا إيه. فده الذكاء في هذه المبادرة. الذكاء في المبادرة إنك تختاري الأول مجموعة محددات سلعية ضرورية بيحتاجها كل بيت مصري وتبدأي الرقابة عليها، وفي نفس الوقت بتخفضيها. ده أنا بخفضها على اعتبار إيه؟ الدولة هتتحمل جزء من هذه الأعباء وهو إعفائها من الرسوم والجمارك لمدة 6 شهور مع إمكانية إضافة مجموعات سلعية بطريقة مرحلية. إذا أنت سيطرت على 7 ثم بعد كده 10 ثم بعد كده 15، فدول أهم السلع اللي بيتعامل فيهم المستهلك المصري. أما بالنسبة للدواجن فليها تخفيضات حوالي 15% برضو في نفس الوقت، ده بالإضافة إلى التسهيلات اللي هي اتفقت فيها الحكومة مع المستوردين فيما يتعلق بتوفير الموارد الدولارية للإفراج أو لاستيراد بعض مكونات الإنتاج. احنا افرجنا عن سلع او الحكومة افرجت عن سلع من الموانئ المصرية بحوالي اكتر من 50 مليار دولار منذ يناير 23 حتى الان. يعني ان شاء الله يكون زي ما حضرتك اشرت يعني استاذ عبد اللطيف، هذه المبادرة لها مردود ايجابي كبير على الشارع المصري. يعني سنذهب في عجالة لختام جولتنا الاخبارية.